لو بوان دو بريس اللي عهدنا نديروه الحمد لله كل على وراء في ما كانش كونسي دادمنستراسيون في جوان ولا في ديسمبر تنديروا ان بوان دو بريس بور فو كومونيكي لي ريزولطا اللي كانوا دازو في الكونسي وباش نحطكم بالعلم ديال لي زاكتيفيتي ديال الوكاله ولا المشاريع المستقبليه ديال الوكاله من خلال هذا المجلس الاداري اللي داز. دونك كان بالنسبه لو بودجي ديال تناقش الميزانيه ديال 2020 والمخطط الاستراتيجي 2020-2024. انعقد امس يوم الاثنين 2 ديسمبر المجلس الاداري للوكاله تحت رئاسه السيد العامل فؤاد محمدي عامل اقليم القنيطره ورئيس المجلس الاداري ديال لاراك. تعرض فيه الميزانيه ديال 2020 والمخطط الاستراتيجي ديال 2020 و2024. تمت المصادقه بالاجماع على هذه الميزانيه وعلى هذا المخطط الاستراتيجي، ومن ابرز المسائل اللي كانت هو انه كان واحد المخطط ديال سنه 2020 ميزانيه ديال تفوق 300 مليون درهم، وبالنسبه للمخطط الاستراتيجي 2020-2024 ميزانيه تفوق 1300 مليون درهم، يعني مليار و300 مليون درهم. اهم المشاريع المبرمجه في السنة القادمة إن شاء الله هي بصفة خاصة مشاريع 50% من المشاريع تقريبا ديال تطهير السائل، فيها لو كوليكتور بي ديال السكنية، القناة الاعتراضية ديال مرجة الفوارات، فيها ليتيود ديال لوت كونتر لي زينونداسيون الباسان اف جهة الصياد وأزهرون. هناك ايضا اوراش كبيره فتحت في 2019 ان شاء الله وغتكمل في 2020، ورش التواصل اللي فيه ان شاء الله الحمد لله هذا العام بانت الوكاله في وسائل التواصل الاجتماعي، وبنت كاين ورش ديال لي ريسورس هيومان، يعني انطلقت اون بيبينير ديال لي فورماسيون في الوكاله على صعيد جميع المستخدمين ديال الوكاله. هناك ايضا ورش الحكمه ولا مودرنيزاسيون دو لا جيستيون ان شاء الله ابارتيغ ديال 2020 غادي نستعملوا المانجمنت بار اوبجيكتيف، يعني غيكون اهداف استراتيجيه ديال الوكاله اللي غتكون ديكليني اون اوبجيكتيف اوبيراسيونيل عند شاك ديفيزيون غيتم التتبع ديالها في 2020. والحمد لله ديجا في 2019 وصلنا 100% من الاوراش اللي كنا برمجنا. هناك ايضا الورش ديال، لان صراحه تقل الاهتمامات اللي دارت الوكاله في اتجاهين، اتجاه الزبون وفي اتجاه المستخدم، لان المستخدم هو اللي يمكننا يعني نخدموا الزبون بما يليق. بالنسبه للباب زعما ديال اولا الورش ديال تلبيه طلبات الزبناء، بدينا في اصلاح يعني لي زاجونس كوميرسيال باش يكون يعني البلايص فين كيجيو الزبناء ديالنا تليق بهم، وفي نفس الوقت حتى الفضاء من ناحيه لاكاليتي ديالو درنا لي زوتيس داكوي سنتراليزاسيون ديال لي ريكلاماسيون، زدنا دي سيرفيس خاصين بلاكاليتي والمانجمنت ديال لا سونتي ولا سيكوريتي. بالنسبه للبيرسونال كيف هضرت لكم على لي ريسورس هيومان لي فورماسيون بلس لو كادراج و لورينتاسيون. وهذا العام يعني بالنسبه لقراءه العدادات والاستخلاص لاشين كلها الي اوتوماتيزي انفورماتيزي، والناس ديال الوكاله القباط ولا الناس اللي كيقراو العدادات عندهم انطلاقا من لي موبيل ديالهم تيديروا الخدمه ديالهم، ولا فورماسيون كتكون اون طون ريال في الوكاله. وفي نفس الوقت انطلقت واحد لاجونس اون لين في لي بورطابل، راه دابا سو سون دي زابليكاسيون كاينين، الزبون ما يحتاجش كاع يجي للوكاله، تو لي سيرفيس ديال لاجونس يقدر يديرهم اترافير سون بورطابل.